قاعد اليوم يعاني المنتخب الوطني التونسي في التحضيرات نتاعو. خليني نقول بون الوباء الكل على المنتخبات، هي المنتخبات الكل قاعده تعاني على مستوى التحضيرات جراء الاصابات نتاع الكوفيد، مشكل المنتخب نتاعنا، ولكن زيد شويه الاصابات وليد كوفيد، اصابات تغييرات على مستوى يعني خليني نقول اللاعبين صلب المنتخب الوطني التونسي مع الامبيونس جينيرال الكل في البلاد. كيفاش اليوم الناخب الوطني والمجموعه هذه نتاع اللاعبين باش يتنقلوا للكاميرون ويواجهوا كبرى المنتخبات الافريقيه، خاصه اللونتام نتاعك اليوم ولا ستارتينغ ماتش نتاعك كونتر المنتخب المالي اللي هو ان غران مورسو في افريقيا مع جينيراسيون ممتازه جدا. زيد عليهم ما عندك حتى مباراه وديه، كانت عندك مباراه ضد سيراليون، مباراه تطبيقيه باش صحيح تطبيقيه باش اجلت. كان الفواياج نتاعك اليوم باش تاقلم مع الوضعيات والظروف الامنيه والصحيه في الكاميرون، اجل الفواياج نتاعك الى يوم السبت. ماذا وراء هذا التأجيل وماذا وراء إلغاء مباراة سيراليون والإشكال هذا الكل؟ هو فما حاجات اللي خارجة الحقيقة على الإرادة نتاع سواء الجامعة، معناتها خارجة على إدارة الإرادة تاع الجامعة التونسية لكرة القدم. ولو نعطيك خبر مش باهي برشا، حنبال المجبري زاد تيستي بوزيتيف، فهمت؟ مش الواحد معناتها النسبة تاع الفيروس ماهيش كبيرة باش يعمل تيست آخر، إن شاء الله يبدو أنه مرض عنده نهارين ولا ثلاثة، دونك النسبة تاع الفيروس في بدنه ماهيش كبيرة، أما تيستي بوزيتيف عنده معناتها تحليل إيجابي وتم عزله على المجموعة، دونك هذا يلا غالب معناتها هذا المرض هذا الوباء. اليوم تم دعوة 7 لاعبين من ترجي الإفريقي نادي رياضي الصفاقسي من المنتخب الاولمبي، 7 لاعبين يعني 7 لاعبين باش يقوموا وينجموا على الاقل غدوه تصير مقابله تطبيقيه، لانه اليوم المنتخب الوطني التونسي مش باش يلعب حتى مقابله وديه. والمنتخب السيراليوني كان هو خالد اعتذر على خوض المقابله، يبدو انه فما تخوف معناتها من تزيد تكثر، لانه حتى منتخب السيراليوني عنده حالات نتاع كوفيد. المنتخبات الكل ماهيش في معزل وماهيش في منع على اللي صاير، ونأكد لك أن الفيروس هذا النجم باش يلعب دور كبير ويحدد ربما شكون حتى المنتخبات إلى جانب معناتها الميدان وإلى جانب الجانب الرياضي. صحيح. أنك اليوم تحافظ على مجموعتك وتوصل بأكبر قدر من اللاعبين نتاعك تلعب بهم المقابلات نتاعك، خاصة نحكي على اللاعبين هنا المهمين لي بيلي نتاع المؤثرين في المنتخب. اليوم لازم برشا ردين بال، اليوم الجانب اللوجستي لازم تطبيق بروتوكول الصحي بطريقه كبيره، لازمنا نستحفظوا. ربما اللي صار في تسييب اللاعبين في راس العام اثر شويه الحقيقه وكثر ربما في الحالات هذه، ولو انه عادي الملاعبيه راهو لازمهم انيس كان ملاعبي، راهو ملاعبي لازم يتنفس زاده، لازم يقابل عائلته، ربما لازم يحتفل مع عائلته، كان في قطر وماشي الكاميرون، راهو ديما الملاعبي راهو الملاعبي الحم ودم راهو زاده، دونك صحيح ظروف الكل الحقيقه، لكن الظروف هذه راهي خالد على المنتخبات الكل ما ننساوش زاده.